كان بيدوكم مكافآت طيب على الانجازات؟ بيدي للناس ايوه 2 جنيه مكافأة، اما عامل يوفر له 5000 من 5000 جنيه نزل 50 وبياخد 2 جنيه 4950 جنيه يديله 2 جنيه مكافأة على تصنيع كوبلين زي ده، على تصنيع حاجه زي دي. احنا مش بنقول ان دي اختراع، بس مجرد ان هو يوفر لك مبلغ زي ده فيعتبر ده اختراع، لان انت كنت هتروح تجيبه من بره وشحن وتحفظ جمركي. ثمن الكوبلين بس 5000، شوف انت هتشحن بقد ايه، شوف هتفرق عنه افراج جمركي بقد ايه لغايه ما يوصل هنا، هيكلفك قد ايه، ممكن يوصل ل 7000.